أخبار اليوم. أختي سعاد وجوزها في علاقتهم قدروا يقنعوا راهبات في مدرستنا القديمة أنهم يقبلوك في قسم الدخل. اوعى تستسلم. دليلة دي بنتك، مش يتيمة بنربيها ولا احنا لاقيينها في الشارع. خليك واثق في اختيارك. دليلة صوتي يستحق ان الواحد يقف جنبه. طلبك مرفوض ووجودك هنا غير مرحب. في اللي انت مصمم عليه. الراجل ده مؤمن بيها وبموهبتها وبيحاول يساعدها، فهمت؟ يبقى استقبالك واستقرارك يا باشمهندس. هتقابل ايام صعبة؟ ده اكيد. مين فيكم الكذب ده؟ انا؟ محدش قال لك ان الغنى ممنوع؟ والايام الصعبة دي هي اللي هتقوي. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني. لازم تفهم ان هي لو شنقتني مش حبستني، بس مش هيمنعني من الغنى الا الموت. شيرين عبد الوهاب، طريقي، على سي بي سي في رمضان. ما شافش الامل تيرارارا بعيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف الامل بعيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف اسرار بعيون البحر بيقول احرار، ولازم ننتصر اصله معداش على مصر، اصله معداش على مصر يا حبيبي.